أهلا بكم. لو كنا جالسين في مكان وسمعنا إنه واحد جرسه ثعبان وجو الناس سألونا هل جرسة الثعبان هذه سامة ولا غير سامة؟ الثعبان اللي جرس الشخص هذا سام أو غير سام؟ هل ممكن نجيب على الحكاية هذه من معرفتنا بالثعبان أو بأي مؤشر؟ هل في مؤشرات تقدر تقول لنا إنه هذه لثعبان سام أو غير سام؟ أكيد طبعا في مؤشرات، وفي مؤشرات كثيرة جدا. أتكلمنا في حلقات سابقة وقلنا إنه أشكال الثعابين السامة معروفة. أتكلمنا وقلنا إنه ممكن نعرف الثعابين عن طريق الألوان، عن طريق الأشكال، عن طريق مكان البيئة اللي بتعيش فيها الثعابين. الشخص اللي عضه ثعبان وشاف الثعبان، لو قالوا لنا إنه واقف وفارد منطقة الرقبة أكيد حيكون نوع من الكوبرا، الكوبرا كلها سامة. لو قالوا إنه الثعبان بيمشي على جنب حيكون نوع من الأفاعي اللي هي سايد ويندر أو أم جنيب. لو بيسوي صوت من طرف الديل أكيد حيكون نوع من الأفاعي المجلجلة. هذه كلها تعرفنا إن كان الثعبان سامة أو غير سامة، وتكلمنا عن الموضوع هذا قبل كذا. ما عرفنا أي حاجة في شكل الثعبان أو ما شفناه، في مؤشر هام وقوي لازم نركز فيه. لكن قبل لا نركز فيه، في فرق بين اللدغة والعضة. اللدغة حاجة والعضة حاجة. إيش الفرق بين الاثنين؟ أتخيلوا إنه هذا ثعبان سام وهذا ثعبان غير سام. كل الثعابين عندها أسنان في الفك السفلي والفك العلوي، السامة وغير السامة كلها عندها أسنان. الثعابين كلها السامة وغير السامة بتعض. الثعابين السامة عندها أنياب، الثعابين غير السامة ما عندها أنياب. الثعابين السامة الأنياب هذه بتحقن بيها السم، فالثعابين السامة بتعض وبتحقن السم، الثعابين غير السامة بتعض فقط. هذه حاجة مهمة وحاجة ضرورية نعرف إنه فيه عضة وفيه لدغة. مو شرط إنه الثعبان سام يعني بيحقن السم، ممكن ثعبان سام يعض الشخص وما يحقن السم فتعتبر عضة ما هي لدغة. في فرق بين الاثنين والحكاية هذه مهمة جدا. مؤشر مهم جدا وقوي جدا ولازم ننتبه له، مؤشر بيورينا إن كان الثعبان سام أو غير سام. المؤشر هذا بيكون ظاهر بنسبة 90% في بعض الحالات، خصوصا حالات لدغ الأفاعي 90% أو أكثر. المؤشر هذا بيعرفنا إن كان الثعبان سام أو غير سام. المؤشر هذا شكل العضة. الثعابين زي ما قلنا عندها أسنان بتعض، هذا شكل العضة بالضبط، كلها قريبة من بعض شكل الأسنان. هذه الأسنان لو كان الثعبان غير سام. الثعابين السامة عندها أنياب، اتكلمنا في حلقة الأنياب قلنا انه في بعضها عندها أنياب أمامية وبعضها عندها أنياب خلفية. لو كان الثعبان من ذوات الأنياب الأمامية حيكون في علامات كبيرة جدا في مقدمة العضة. هذه للثعابين السامة اللي أنيابها أمامية. لو كان الثعبان أنيابه خلفية حتكون هذه العلامات في مؤخرة العضة بالشكل هذا. هذا المؤشر يمكن من أقوى المؤشرات اللي لازم ندقق فيه ونشوفه. أي شخص مصاب أكيد حيكون في علامات مكان العضة، نشوف حيكون ظاهر جدا مكان الأنياب. طيب ما عرفنا الحكاية هذه وما قدرنا نفرق بين الشكل العضة، إيش نسوي؟ الشخص المصاب أكيد حيكون حاسس بمكان العضة وحاسس إنه في حاجة دخلت بعمق أكتر. أنياب الثعابين قلنا إنه في بعض الأنواع طولها أكتر من 3 سنتيمتر، فبالتالي الشخص المصاب أكيد حيحس بالعمق اللدغة، عمق الأنياب. هذه برضو مؤشر من المؤشرات.
ما عرفنا ولا حاجة من هذه. الشخص المصاب، الشخص اللي لدغه الثعبان لو كان سام، بتصير عنده أعراض سواء موضعية مكان العضة أو اللدغة، وأعراض عامة. الأعراض اللي بتكون في المكان اللي لدغوا فيها الثعبان بيكون في احمرار في الجلد أو بيكون لونها أزرق، أحيانا بتميل للسواد لأنه بيصير عندنا موت للخلايا، بيصير عندنا أكياس مائية، تورم، انتفاخ، تغير شكل الجلد، تآكل الأنسجة. تآكل الأنسجة هذه بتسويها العديد من الثعابين. اللحم بنحس إنه بيدوب. طبعا حيكون في ألم شديد مكان اللدغة. هذه المؤشرات الموضعية. في مؤشرات تانية عامة، الشخص المصاب بيحس بدوخة، ألم، غثيان، تعرق، مغص، كلوي نزيف، أشياء كثيرة جدا، منها عدم الاتزان، عدم القدرة على التحرك بشكل جيد، تشنجات. هذه مؤشرات، في مؤشرات كثيرة طبعا، بس هذه بعض المؤشرات. لو برضو ما شفنا الحكاية هذه وما عرفنا نفرق في أي حاجة من هذه، ما شفنا ولا شيء، الشخص مو حاسس ولا بحاجة، نراقب الشخص اللي لدغه الثعبان ونشوف هل حركاته، هل هو شخص طبيعي، ما في أي حاجات لا إرادية بتصير، ما في أي إشكالية في طريقة مشيه، في تصرفاته. لو برضو ما شفنا أي حاجة من هذه والشخص طبيعي 100%، سكان المنطقة، لو كان في أحد في المنطقة من السكان اللي عايشين في المنطقة هذه وقال لنا إنه الثعبان هذا سام، الثعبان اللي عض الشخص سام، حناخذ بكلامه لأنه أكيد عارف، فبالتالي نتعامل بناء على المعلومات اللي بتوصلنا، بس برضو نحاول نتأكد إنها تكون معلومات صحيحة. ما عرفنا ولا حاجة من هذه، ما لقينا أحد من السكان، ما شفنا شكل العضة، ما حسينا بأي أعراض. إيش الحل؟ أفضل وأسلم حل إنه نسوي فحص طبي، ناخد الشخص نروح المستشفى، ما حنخسر حاجة، هذه صحتنا وصحتنا أهم حاجة عندنا، نهتم بصحتنا ونروح نسوي فحص نشوف إن كان الثعبان غير سام. الحمد لله نعقم مكان الجرح وانتهى الموضوع. إن كان الثعبان سام نبدأ نتعالج. مهم جدا نعرف الحكاية هذه، ومهم جدا نعرف إنه في حاجة اسمها لدغة وفي حاجة اسمها عضة. الثعابين 3000 نوع كلها بتعض، لكن اللي بتحقن السم زي ما قلنا أعدادها قليلة جدا. الناس بتفتكر إنه كل الثعابين سامة، وبمجرد ما يعضنا الثعبان خلاص حنموت وحيصير عندنا كذا وكذا وكذا، وناس كثيرين جدا للأسف بيموتوا من ثعابين غير سامة نتيجة الخوف. الخوف ما هو مطلوب في الحالة هذه، لازم نشوف ولازم نتصرف صح. نصيحة حابب أوجهها في أي موضوع مو في ثعابين فقط، لما نتصرف نحب نساعد لازم نتصرف بناء على خلفية صح، على قاعدة صح، على أساس، ما نتعامل أي حاجة وخلاص، لأنه أحيانا نحن بنحاول نساعد لكن للأسف اللي بنسويه ممكن يضر الشخص، وهذا الكلام في أي موضوع مو في الثعابين فقط. فكروا في الحكاية هذه وراقبوا كل تصرف بتسووه، ومهم جدا يكون عندنا أساس بنشتغل عليه. أتمنى لكم السلامة دائما، ربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب. لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.